تبادلت حركة حماس ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الاتهامات بشأن تعثر المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة بعد مرور 11 شهرا على بدء الحرب. ويأتي تبادل الاتهامات في وقت يواجه فيه نتنياهو ضغوطا لإبرام اتفاق من شأنه إطلاق سراح الرهائن في أعقاب إعلان السلطات الإسرائيلية الأحد العثور على جثث لستة منهم في نفق جنوب قطاع غزة. واتهم نتنياهو حماس برفض كل شيء في محادثات الهدنة بما ألقت الأخيرة بعد ساعات على ذلك باللوم عليه في إفشال المساعي في هذا الإطار عبر الإصرار على عدم الانسحاب من محور فيلادلفيا المحاذي للحدود المصرية. ومتابعة لهذا الموضوع معنا من القدس أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية أمجد شهاب. أستاذ شهاب مرحبا بك معنا. مساء الخير، تحياتي لكم ولجميع السادة المشاهدين. أستاذ شهاب، يعني العقدة الرئيسية الواضحة الآن يعني لأي اتفاق هي محور فيلادلفيا. نتنياهو يرفض بشكل قاطع الانسحاب من حماس، ترفض إسرائيل، تقول أن السيطرة على الحدود هو الحل لوقف إمداد حماس بالسلاح. مع تبادل كل هذه الاتهامات الإدارة الأمريكية تتحدث عن مقترح وصفته بالأخير، يعني ما مصيره؟ يعني التسريبات تتحدث عن حل يعني لمحور فيلادلفيا بشكل تدريجي. أيضا هناك مسألة الأسرى الفلسطينيين المشفولين بصفقة التبادل، حتى هناك حديث عن زيادة للتمويلات الأمريكية. ماذا في تفاصيل هذا المقترح الأمريكي الأخير؟ نعم، أعتقد الإشكالية الأساسية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يكذب ويستمر بالكذب. محور صلاح الدين الذي يسمونه فيلادلفيا ليس له أي أهمية أمنية أو استراتيجية أو عسكرية، وهذه تصريحات إسرائيلية. وأيضا لا يوجد هناك أي أنفاق. مصر قامت ببناء جدار فولاذي على عمق 30 متر داخل الأرض، وأيضا هناك امدادات في المياه. لا تستطيع لا حركة حماس ولا أي جهات أخرى من فتح أنفاق داخل، وهذه التأكيدات هي تأكيدات إسرائيلية. لا يوجد أي أنفاق، وهناك منظومة عمل في مراقبة الحدود، وأيضا كشافات بارتفاع 6 متر عن سطح الأرض. لا يوجد هناك أي عذر للبقاء في محور فيلادلفيا، وخاصة أن أريال شارون وزير رئيس الوزراء السابق انسحب. ولو كان هناك أهمية كما يذكر نتنياهو لماذا تم محور فيلادلفيا صلاح الدين بعد 7 أشهر من بدء عملية 7 أكتوبر؟ فهذه من نقطة. النقطة الثانية، هو يستخدم كمسمار جحا. بالبداية كان يركز على رفح واجتياح رفح، وعندما انتهى يبحث عن مسمار جحا ثاني وهو فيلادلفيا. الهدف الأساسي يريد الحصول على بطاقة إضافية من أجل عرقلة أي اتفاق تبادل بينه وبين الفلسطينيين في قطاع غزة. هو يتغذى على إدارة هذا العدوان على قطاع غزة سياسيا ومن أجل البقاء والاستمرار. هل من موقف إسرائيلي أو فلسطيني مبدئي من هذا الاقتراح المقترح الأمريكي الأخير؟ نعم، الأمريكيين يريدون إطلاق سراح، وهذا مهم جدا بالنسبة لهم، إطلاق سراح المعتقلين لدى حركة حماس الذين يحملون الجنسية الأمريكية، وهم يحاولون حتى محاولة إبرام اتفاق مع حركة حماس بعيدا عن الحكومة الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح الإسرائيليين الذين يحملون الجنسية الأمريكية لأهداف سياسية ولأهداف أيضا انتخابية، كما وعد بايدن أهالي المعتقلين في إطلاق سراح. ولكن الإشكالية تبقى بأن حركة حماس لا تستطيع إعطاء شرعية لاحتلال دائم لقطاع غزة في أي عملية تبادل واتفاق على تبادل أسرى، لأنها تعتبر بأن ورقة المعتقلين لديها هي أهم ورقة، وهي الورقة الفقرية لديها، لا تريد أن تضحي بها فقط من أجل إدخال مساعدات إنسانية وتعود الحرب وتستمر الإبادة